والآن الموعد مع الوقفة الاقتصادية. تعافت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم بعد جلستين من الأداء المتراجع بدعم من المشتريات المحلية والعربية التي قابلتها مبيعات أجنبية، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 26%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 23%، وكسب رأس المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 15%. قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والوفد المرافق له خلال زيارته للولايات المتحدة حاليا بزيارة مصنع شركة بلومبرج العالمية بولاية تكساس الأمريكية، الذي سوف يقوم بتنفيذ 3 مشروعات كبرى في مصر. كما أعلن الوزير أنه سيقوم بإنشاء بورصات سلعية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط ليتم تداول الحبوب والأقماح للمنطقة والدول المحيطة. قام الدكتور وحيد إمام رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في المجال البيئي في ندوة نظمها مركز إعلام مطروح تحت عنوان أساليب الحد من التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية، إن التغيير المناخي قد يتسبب في إضرار كبيرة في المستقبل، وأضاف أن المخاطر الطبيعية تهدد الساحل الشمالي الغربي لمصر من الإسكندرية حتى السلوم، خاصة مع التغييرات المناخية المتوالية التي تتسبب في مخاطر على السواحل وزيادة من هشاشتها مثل النحر وارتفاع سطح البحر والزلازل ونوبات ارتفاع الأمواج المفاجئة. ختاما نذكر بأبرز العناوين. غزة في أول يوم لأحدث هدنة، الاحتفالات متواصلة وترقب لما ينتظر القطاع. واشنطن تتراجع عن اتهام مصر بقصف مواقع المسلحين في ليبيا. وفي أسوان مصر تستعد لمرحلة جديدة من العلاقات مع السودان بافتتاح ميناء قسطل البرية.